هذه السائلة أختكم في الله نون عين من الكويت تقول في الأعراس تلبس النساء ملابس يكون فيها القصير الذي يكشف عن نصف الساق والثوب الذي ليس فيه كم والثوب الضيق والشفاف، فهل لبس مثل هذه الملابس عند النساء جائز؟ لا يجوز مثل هذا، بل عليها أن تلبس اللباس الساتر الظافي ولا تكشف عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه، لأن هذا يسبب التساهل في اللباس، وربما تكون قدوة لغيرها من النساء اللاتي يرينها بهذه الملابس فيقلدنها، ثم ينتشر لبس هذه الملابس الكشافة التي تقصر أو تنحسر عن الساق وعن الذراعين، فتكون هذه المرأة سببا في اقتداء النساء بها، فعليها الالتزام باللباس الساتر ولا تكشف عند النساء إلا ما دعت الحاجة إلى كشفه وجرت العادة بكشفه، مثل الوجه والرأس واليدين الكفين والقدمين. نعم.